السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي الكرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة. لو أول مرة تزورنا في القناة لا تشترك في القناة بضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك أو سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. معكم محمد نور الدين، خلينا نتكلم عن موعد مباراة مانشستر يونايتد القادمة بإذن الله تعالى في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز. مباراة مانشستر يونايتد القادمة هتكون أمام ويست هام يونايتد، المباراة هيكون ميعادها غدا السبت 5/12/2020. المباراة يكون معاها الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان وفلسطين والأردن ولبنان وسوريا، الساعة 8:30 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق، الساعة 9:30 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، الساعة 6:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 5:30 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد أمام ويست هام يونايتد هي قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 وبي إن سبورتس اتش دي 2. معلق المباراة هو المتألق حفيظ الدراجي. إليكم سريعا القنوات الأجنبية الأخرى الناقلة للمباراة. تمام الكرام، خلينا نشوف كده ترتيب مانشستر يونايتد وترتيب ويست هام يونايتد في جدول الدوري الإنجليزي قبل هذه المباراة. ويست هام يونايتد حاليا في المركز الخامس برصيد 17 نقطة بعد لعب 10 مباريات من أصل 10 جولات. اما مانشستر يونايتد فهو في المركز التاسع برصيد 16 نقطه بعد لعب 9 مباريات من اصل 10 جولات ولو مباراه مؤجله. متابعي الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناه من الاخر الخلاصه. اشترك في القناه بضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك او سبسكرايب، اعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار. نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.